أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله.